تم متابعة بتوقيت الجزائر. مشاهدينا أهلا بكم، متابعة تأتيكم مباشرة من قناة شروق نيوز. وفي موضوع نقاشنا، عشية الحملة الانتخابية، السلطة المستقلة للانتخابات تذكر المترشحين بالقوانين والتشاريع المعمول بها. ونجد في تفاصيل هذا العنوان أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات دعت المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك مديري حملاتهم الانتخابية إلى عدم استغلال أماكن العبادة والمؤسسات التربوية ومقرات الوزارات لترويج والدعاية للمرشحين، وهذا مهما كانت طبيعتهم أو انتماؤهم. وشددت على ضرورة التنسيق مع الوالي المختص إقليميا لتحديد وضبط القاعات المعنية بتنشيط الحملة الانتخابية. وتزامنا مع تحضيرات المرشحين للانطلاق في الحملة والتي من المقرر أن تنطلق يوم الخميس المقبل، سرعت السلطة المستقلة للانتخابات إلى إصدار قرار يوضح كيفية تنظيم التجمعات والاجتماعات العامة والتي تخص هذا الاستحقاق الانتخابي. ويجب على مديري حملة المترشحين الثلاث، وهم الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أشيش، والمترشح الحر عبد المجيد تبون، وكذا رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، أن يقدموا طلبا لدى الوالي المختص إقليميا من أجل الحصول على الترخيص لتنظيم الاجتماع العمومي في مدة أقصاها 3 أيام كاملة قبل انعقادها طبقا للمادة 5 من القانون المتعلق بتنظيم الاجتماعات والمظاهرات العمومية. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نبهت المترشحين الثلاث إلى عدم استغلال بأي شكل من الأشكال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية والوزارات وكذا المؤسسات التربوية أي كانت طبيعتها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية. كما حذرت من استعمال مكبرات الصوت قرب المستشفيات والمؤسسات التعليمية. ويتعين حسب السلطة التنسيق مع الوالي المختص إقليميا كما ذكرنا لتحديد وضبط القاعات والمنشآت المعتمدة والمخصصة لاحتضان الاجتماعات والتجمعات المبرمجة في إطار الحملة الانتخابية. مشاهدينا، في مناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ موسى بودهان، أهلا بك معنا سيدي. أهلا وسهلا أستاذ شهاب، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة، وحييك وحيي كافة مشاهدي قناة شروق نيوز أينما كانوا وحيثما وجدوا. أسعدت مساء وشكرا لك على تلبيتك الدعوة أستاذ موسى بودهان. وبداية نتحدث أولا بصفة عامة عما ذكرت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لنهار اليوم، فصلت في العديد من النقاط تتعلق بحسن سير الحملة الانتخابية بصورة عامة، وخاصة النقاط التي تحدثت فيها عن عدم تنشيط تجمعات في المؤسسات التابعة للدولة، في المساجد، في المدارس. كيف تقرؤون هذا أستاذ؟ أستاذ شهاب، في البداية لابد أن نذكر مواطنينا ومواطنات أينما كانوا حيث المجلس بأننا نحن أمام استحقاق رئاسي متميز، يأتي في ظروف خاصة، يأتي في ظل تحديات كبيرة، تحديات أمنية، تحديات اقتصادية، اجتماعية، ثقافة، سياسية، دبلوماسية. يكفي النظر إلى ما أو فيما يحدث في دول الجوار، فيما يحدث في ليبيا، فيما يحدث في النيجر، فيما يحدث في مالي وغير ذلك من المناطق. إذن هناك يعني تحديات كبيرة كما قلت في الداخل وفي الخارج، وعلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات طبقا للدستور، خاصة في مواده من 200 إلى 203، وكذلك القانون العضوي الناظم للانتخابات الأمر 21-01 المعدل المتم المتعلق بنظام الانتخابات، وأيضا طبقا للقرار الأخير الذي أصدرته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفي الحقيقة أصدرت قبل ذلك عدة قرارات وعدة بيانات كلها تخص الضوابط والإجراءات والتدابير الخاصة بالعملية الانتخابية ككل والحملة الانتخابية بصفة خاصة، وسنشرح ذلك. الآن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات انطلقت في تفسيرها وتوضيحها لقرارها الأخير المتعلق بتحديد أماكن معينة للصاق الملصقات والأماكن
والقاعات المخصصة لتقديم مترشحين برامجهم وخطبهم وما إلى ذلك لكسب ثقة المواطنين. حددها كما تقول المادتان 82 و84 من الأمر 21-01-01 المتعلق بنظام الانتخابات. أولا الأماكن موجودة في الدوائر الانتخابية، ولما نتحدث عن الدوائر الانتخابية نقصد بها الولايات تحديدا، وفي الولايات هناك مجموعة من البلديات وما إلى ذلك. هذه البلديات والولايات فيها أماكن كما قلنا محددة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن 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 نقوم بإلصاق إشارات أو صور أو وأماكن أخرى تلقى فيها الخطب وتقدم فيها البرامج، أيضا لا يمكن مخالفتها، لا يمكن الخروج عن الإطار الذي رسمه القانون العظيم لنظم الانتخابات. فإذا السلطة شرحت هذا، ثم أيضا الأكثر من هذا وذاك أنها قالت بأن أماكن العبادة مثلا مقار المؤسسات والإدارات والهيئات، مقار الجامعات مثلا، مراكز التكوين، مراكز والمدارس والثانويات وغيرها من مؤسسات التابعة للتربية والتعليم والتكوين، مهما كانت طبيعة ومهما كانت انتماء، هذه أيضا لا يجوز القيام بحملات الحملات الانتخابية داخلها، هي محصنة ونريد أن تبقى محصنة بعيدة عن التجاذبات والتقاذفات السياسية إن صح التعبير. في أنت تعرف أستاذ شهاب في الحملة الانتخابية المترشحون عادة يستعملون خطب فيها ما فيها، يعني فيها وعليها كما يقال، ولذلك احتاط المشرع لهذا وأراد أن يبقي هذه المؤسسات والإدارات والهيئات ومراكز التكوين والجامعات وغيرها والأماكن عبادة كما قلت بعيدة أو في منأى عن الدعايات الانتخابية. إذن أستاذ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من انطلاقا من أدوارها المهمة في أن يعني في السهر على أن تكون العملية الانتخابية تتم في شفافية وبمصداقية وبنزاهة يعني وتؤدي في النهاية إلى نتائج يرضى عنها الشعب ويقبلها وتبقى الشرعية الشعبية. أستاذ موسى بودان، وفي حال إخلال أحد المترشحين بهذه التعليمات، في حال ما اختار أحد المترشحين أن يستعمل المدرسة أو يستعمل المسجد أو يستعمل كذلك المؤسسات التابعة للدولة لأغراض حملته الانتخابية، هل تمتلك السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ربما الأغراض الوسائل الرضعية لمنعهم أو لإيقافهم؟ أولا المشرع في النظام في القانون المتعلق بنظام الانتخابات وضع أوصاف وتكيفات خاصة ببعض الجرائم أو كل الجرائم الانتخابية في الحقيقة، مثل ما وضع تكيف وضع أيضا العقاب، فكل من يخالف أحكام أي مادة من المواد المتعلقة بقانون الانتخابات هناك عقاب بدون شك. ولكن دعني أستاذ شهاب أقول بأن هؤلاء المترشحين الثلاثة في الحقيقة كلهم ما شاء الله، يعني واحد رئيس جمهورية والآخر أمين عام لحزب عريق والآخر كذلك، يعني كلهم رؤساء أحزاب، ناهيكم عن مديريات الحملات الانتخابية التي يتولاها أو على رأسها أيضا أشخاص معروفين محترمين، سيروا بعضهم كان وزير، بعضهم نائب، بعضهم في عوض في مجلس الأمة، عوض في مجلس الأمة بالنسبة لأوشيش يوسف الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية، الأستاذ أحمد صدوق نائب لأكثر من عهدة حوالي ثلاث عهدات وهو من الشعب الوطني، مدير الحملة الانتخابية للأستاذ حساني عبدالعهدي عن حركة حمص، الأستاذ مدير حملة المترشح الحر سيد عبد المجيد إبراهيم بارك الله فيك، وهو كما يعرف العام والخاص وزير للداخلية والجماعات المحلية، وقبل ذلك كان وسيط الجمهورية، ثم قبل ذلك كان كلفه سيد رئيس الجمهورية بإدارة ما يسمى ملف مناطق الظل، وكان ولي لعدة ولايات لربما لست ولايات وسبع ولايات، ثم قبل ذلك أيضا كان أمين عام ورئيس. إذن الرجل تدرج أو الرجال كلهم، إذن بالطاقم المتوفر حاليا لا خوف على الانزلاقات. بالضبط هذا 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 ما كنت أريده. إذن هؤلاء كلهم لهم تجارب، لهم خبرة، لهم رجال الدولة، فلا أعتقد أنهم سيذهبون إلى ما يخالف القانون أو شيء من قبل، بالعكس نحن نتوسم فيهم خير
وستكون الخطب إن شاء الله موضوعية وفيها صدق وفيها نعم. إخلاص للناخبين. نعم أستاذ موسى بوذهان كما تفضلت، لكن كذلك هناك نقطة أخرى. الحملة الانتخابية غالبا أو أحيانا، وهذا أحسن، أحيانا ترافقها بعض التصرفات التي ليست بالضرورة تابعة للمترشحين الثلاث. أحيانا هناك عدد من الانتهازيين ربما يريدون ركوب الموجة، يريدون خلق صورة كأنهم نافذين أو ما إلى ذلك. نلاحظ حتى مديرية الحملة في بعض من الأحيان تتبرأ من هؤلاء الممارسات. وعليه أستاذ موسى بوذهان، ونحن مقبلين على الحملة الانتخابية في الجزائر هذه المرة، رأينا ردة فعل مباشرة وقوية وواضحة من العدالة الجزائرية بعد ما يعرف بعملية شراء الاستمارات، نعم شراء توقيعات. وعليه أستاذ موسى بوذهان، هل تعتقد أنه بعد انطلاق الحملة الانتخابية العدالة الجزائرية ربما ستتحرك لإيقاف هؤلاء الانتهازيين أو الدخلاء أو لا أدري كيف نسميه؟ سأجيها كإجابة مباشرة تفضل. سريعة، ولكن فيما بعد سأعود إلى نقطة مهمة أثرتها مخصوص مديرية الحملة الانتخابية وتبرؤها من بعض الانتهازيين مثل ما ذكر أستاذ. العدالة تحركت في الحقيقة، تحركت بسرعة وبفعالية كبيرة بالتنسيق مع مصالح الأمن أو الشرطة القضائية التابعة لمديرية المديرية العامة للأمن الداخلي كما يعرف العام الخاص. لدينا حوالي 66 متهم هو الآن رهن الحبس الاحتياطي، لدينا ثلاث راغبين في الترشح هم الآن تحت ما يعرف بنظام الرقابة القضائية، ولدينا ستة متواطئين أو متهمين في حالة إفراج مؤقت. إذن العدالة تحركت، والنيابة العامة أمرت الشرطة القضائية المعنية التي تحدثنا هنا بتعميق وتوسيع دائرة التحريات والتحقيقات. ربما يكون هناك متهمين آخرين لا أدري. السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي بمحكمة سيدي محمد، وهو القطب المختص بالمناسبة في الجرائم الخطيرة، تهريب الأموال، تهريب جرائم تبويض الأموال، الجرائم المتعلقة أو المسة بالمعطيات الشخصية للناس و تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم الخطيرة عموما. إذن القطب الجزائي هو المختص الآن في متابعة إن صح التعبير، متابعة ومتابعة ومعاقبة إن صح التعبير هؤلاء المجموعة. شيء مؤسف أن الأمر صدر عن منتخبين، هذه المأساة، يعني أن منتخب يضع فيه المواطن، نضع فيه ثقتنا، ويعني ويخالف القوانين ويخرقها ويبيع ضميره وبدراهم معدودة، يعني 20,000 من 20,000 إلى 30,000 دينار للتوقيع لصالح راغب. أستاذ موسى بوذهان، أستاذ موسى بوذهان، ولكن القانون بالمرصاد، القضاء تحرك وتحرك بسرعة. جميل. الشرطة القضائية كانت السباقة. أستاذ موسى بوذهان، حتى نفهم أكثر، هذه الممارسات، عملية أو شراء الذمم، هل كانت موجودة من قبل؟ بدون شك كانت موجودة. هل كانت تتحرك العدالة؟ والله نصارح بعضنا البعض، العدالة كانت تتحرك، ولكن في بتوجيهات، بأوامر، بتعليمات، نقولها بكل صراحة. نعم. يعني هذا لا يمكن أن يخفي، حتى أن هناك من وأنا انتميت إلى وزارة العدل كمدير مركزي وتشرفت بذلك، ولكن كلمة حق لابد أن نقولها. نعم، مع الشديد، حتى أن وقت ما بعض الملفات كانت تحصل يفصل فيها في الليل، يعني وهذا غير منطقي، ولذلك سميت أنا ذلك بعدالة الليل وغير ذلك، والكل يتذكر هذا. فإذا كانت متعلقة، لكن الآن نحن في ظل استقلالية تامة للعدالة، نحن الآن في ظل الفصل بين السلطات، العدالة الآن لم تعد، لا 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 السادة القضاة الآن لا يقبلون إطلاقا بالتوجيهات والتعليمات وما إلى ذلك. جميل جدا. هم أحرار ولديهم مسألة القضاء، هو الذي يشرف على المسار المهني لأستاذ القاضي من حيث التعيين والترقيات وغير ذلك. فإذا أملنا كبير في أن تواصل عدالتنا أو قضاءنا. نعم. على الأصح، هذا هو سؤالي إليك. تمسكوا بهذه الاستقلالية،
بالسيادة وعدم الخضوع لأي توجيهات. نعم، وهذا هو سؤالي إليك والقانون. وهذا هو سؤالي إليك أستاذ موسى بوذان. سؤال مهم أو نقطة مهمة. نعم. أستاذ شهاب، في مخص مديرية الحملة الانتخابية وخاصة مديرية الحملة الانتخابية الخاصة بسيد عبد المجيد تبون مترشح الحر، لقد نددت بل وقالت بأنها ستتابع كل من سوى نفسه أن 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 يعني يأخذ أموال يعني لحساب أو لفائدة المترشح. نعم. أو باسم المترشح. هذه كارثة أخرى أستاذ، كنا نظن أن هذه المسائل يعني خرجنا منها وتخلصنا منها، فإذا بها هي تعود خرجت من الطاقة فإذا بها ولات من الباب. نعم. يعني مع الأسف والشراء ذمم وشراء الأصوات وش كانت موجودة، والدليل على ذلك أن الكثير من الراغبين في الترشح التشريعيات في الحقيقة كانوا يقدمون الملايين والملايين وبشكاير وما إلى ذلك لترأس. نعم. وعليه أستاذ موسى بودهان، ولكن هذا أستاذ موسى بودهان أمام المشهد حاليا لاحظنا كما ذكرت كيف تحركت العدالة الجزائرية بسرعة وبقوة يعني طريقة مباشرة تجاه من قام بشراء الذمم ومن تواطأ معهم ومن كان وسيطا ومن باع صوته كذلك. وعليه أستاذ موسى بودهان، هل يمكن أن ننتظر دورا أكبر للعدالة الجزائرية خلال هذه الحملة الانتخابية، خاصة أمام التجاوزات التي نص عليها القانون ويمكن أن تحدث مثلا؟ هل تعتقد أن العدالة الجزائرية، أن القضاء الجزائري سيكون حاضرا أكثر من الماضي لوقف التجاوزات القانونية ولمحاسبة هؤلاء الذين يتعدون على القانون؟ أستاذ شهاب، بدون شك ولا يعني بكل قناعة بكل موضوع أقول بأن العدالة، وإلا كيف تفسر أستاذ تدخل سيد النائب العام مباشرة بعد تلقيه التحريات الأولى من الشرطة القضائية التابعة للمدير العام للأمن الداخلي، عرض وقام وعقد ندوة صحفية وفصل فيها وشرح، وحتى من 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 من, من يعني صال وجال في الجوانب القانونية، وكذلك التكييف الوقائع الخاصة بهذه العملية، وقال بأنها تدخل في إطار القانون المتعلق بالوكالة الفساد ومكافحته، وليس قانون انتخاباتي فقط قانون 0601 الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته، وللسادة القضاة القناعة التامة والسيادة في تكييف الوقائع التي قام هؤلاء، ولو أننا نحن يعني من زاوية القانون نقول بأن الذي يحكم هذه الوقائع هو القانون العضوي لنظم الانتخابات، يعني بمعنى الأمر 2101 المعدل المتم المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما في مادته 300 يتحدث عن الرشوة والتعامل بالهبات والعطايا والمزايا وما إلى ذلك بخصوص شراء التوقيعات مثلا، شراء الأصوات وغير ذلك من كل يعني في كل العمليات المسة بالمسار الانتخابي من بدايته إلى نهايته. نعم. العدالة إذن بالمرصاد ستطبق القانون والقانون وحده، والقضاة مرة أخرى قلت مستقلون ولا يخضعون إلا لضمائرهم والقانون. ونتمنى مثل ما قلت أن تفعل الآلة القضائية بشكل أكبر، ويضرب من حديد كل متسول نفسه أن يمس بمصداقية ونزاهة وصدقية كل العمل الانتخابي، وليس أثناء الحملة الانتخابية أو قبلها أو بعدها، وإنما كل العملية الانتخابية برمتها. نحن أمام، قلت أستاذ، نحن أمام استحقاق رئاسي، يعني مع احتراماتنا للمؤسسات المنتخبة والمنتخبين المحليين أو على المستوى المركزي الرئاسي أكثر جدية تقصد؟ طبعا هذا، وخاصة يتعلق الأمر بالجزائر أستاذ. نعم. ومحضرك من الجزائر. جميل جدا أستاذ موسى بودهان. نعم. انتخابات الرئاسية أكثر جدية لضخامة الحدث الانتخابي، لضخامة الحدث السياسي. صحيح. ولكن في نفس الوقت أستاذ موسى بودهان، نتساءل الأهم في كل هذا هو أخلاقة الحياة السياسية، هو التأسيس لمرحلة جديدة من العمل السياسي تسوده شفافية، تسوده النزاهة كذلك، يسوده الاختيار على أساس الكفاءة والحر والديمقراطي أكيد أستاذ موسى بودهان. وعليه سؤالي إليك،
جميل أن تتحرك العدالة الجزائرية وتفعل الورقة القانونية للوقوف ضد الوصوليين والانتهازيين في المسار الانتخابي. أستاذ موسى بودهان، الأهم في كل هذا هو كيف تحافظ الجزائر على نفس النسق، على نفس الزخم السياسي هذا خلال ربما التشريعيات أو المحليات المقبلة. نريد كذلك أن التشريعيات، أن المحليات لا تسودها أو لا تشوبها أي شائبة كانت تتعلق بدفع الرشاوى أو بشراء الذمم أو بالتأثير سلبي وبالتأثير غير قانوني مهما كان نوعه. صحيح أستاذ، ولا أمنيتي أنا ما أتفق معك في هذه الأمنية أن تكون انتخاباتنا كلها مستقبلا نظيفة وشفافة وتقية وديمقراطية وتتم في نزاهة تامة. وأقول بأن القانون العضوي لنظام الانتخابات وهو الأمر 2101 المعدل المتم للتحقيق من نظام الانتخابات مرة أخرى بالإرسال، خاصة إذا علمنا بأن هناك باب بكامله وهو الباب الثاني يتحدث عن الجرائم الانتخابية ويتحدث عن العقوبات المناسبة لهذه الجرائم الانتخابية. إذن من ناحية القانونية لا يعني موجود الردع والردع العام والخاص، أيضا قانون مكافحة الفساد وهو القانون 0601 موجود، وأنت موجود طبعا لقمع الجرائم الأخرى التي قد تكيف تكيف آخر غير من غير الجرائم الانتخابية، لأن لما يكون عندك قانونين يتصارعان، قانونين خاصين، نحن أمام قانونين خاصين يعني قانون انتخابات وقانون وقاية من الفساد ومكافحته. إذا لم نجد ما يكيف وما يعاقب على جرائم معينة في القانون العضوي للانتخابات نعود إلى قانون مكافحة الفساد، وإذا لم نجد في الاثنين معا نعود إلى قانون العقوبات. على يتحل هذه مسائل ربما السادة القضاة يعرفونها خير مني يعني، وبالتالي أقول بأن الشفافية التي تحدث عنها أستاذ كرسها المترشح الحر في التزاماته 54 لما لجأ الإرادة الشعبية سنة 2019، ولما قنن هذا أو أدخل هذا في حتى في الدستور. الدستور يتحدث عن الشفافية أستاذ، المادة 9 منه يتحدث عن ذلك في الديباجة، ويتحدث عن ذلك بصفة أكثر وأوضح في المواد 29 200 من 200 إلى 203 وكذلك 204 205 أيضا. هاتين المادتين الأخيرتين يتحدث فيهم الدستور عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. أيضا في القانون العضوي من نظام الانتخابات أسس المشرع لأول مرة لجنة تسمى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية. والتمويل هنا أيضا لابد أن نذكر بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصدرت بيانات وقرارات في هذا الشأن وحذرت من التمويل جميل الخفي. جدا سامحني، حذرت من التمويل الخفي، حذرت من التمويل لا شرعي، حذرت من التمويل غير القانوني وما إلى ذلك سواء للحملة الانتخابية أو لمسار. والدليل على ذلك أن التمويل غير الشرعي لجمع التوقيعات هناك جميل جدا هو الآن محل متابعة قضائية، وستكون هناك إدانات جميل جدا. قوية أستاذ موسى بودهان، هناك جانب آخر يتعلق بتنظيم الحملة الانتخابية وبسيرها. نتحدث عن كيف ساهمت النصوص القانونية وكيف تعمل القوانين الجزائرية الناظمة للعملية الانتخابية باختلافها والحياة السياسية كذلك، بضبط العملية الانتخابية، بتبيان الحق أو القانوني من غير القانوني وعليه. أستاذ موسى بودهان، الآن هناك واقع آخر كذلك يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي التي أضحت اليوم فضاء مهما لتسيير الحملة الانتخابية، لدعم المترشحين، لإقناع المواطن بالبرنامج وما إلى ذلك، لكن في نفس الوقت هناك الكثير من ظواهر سلبية تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي. نتحدث مثلا عن الإشاعات، عن الأخبار الكاذبة، عن الحملات التي تهدف لتشويه مترشح ما، حزب ما، فكرة ما وغيرها. لا نعلم، نجهل هوية هؤلاء، نجهل من هم، نجهل أصلا في الكثير من الحالات إذا كانوا جزائريين أم لا. هناك من
يهاجم الترشح، هناك من يهاجم العملية الانتخابية ونقولها بكل صراحة، يهاجم الدولة. كيف يتعامل القانون مع هذه الإشكالية وكيف يجب أن نتعامل نحن كمواطنين مع مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحملة الانتخابية؟ أستاذ، يكفي التذكير هنا بأن ثمة قانون، وهو القانون على ما أعتقد 18/04/07 لا أذكر جيدا، يخص حماية المعطيات الشخصية وما إلى ذلك الإنسان. ثم أيضا الدولة كرست جهود معتبرة لما يسمى بالأمن السيبراني. يكفي التذكير هنا أيضا أن سيد رئيس الجمهورية مؤخرا وبمناسبة الاحتفال بذكرى مستوى لإهداء الشباب والاستقلال، دشنا مدرسة عليا تخص الأمن السيبراني والإشراف على إشراف مزدوج من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأيضا من الجيش الوطني الشعبي. فإذا للأمن السيبراني الآن مكانة معتبرة في النظام القانون الجزائري، مهتم به، هناك اهتمام به على مستويات. هذه المسألة التي تحدثنا عنها قبل قليل، شفافية، وأيضا نضيف إليها الرقمنة والإحصائيات لما تكون دقيقة وغير ذلك، كل هذا يساعد على اكتشاف كل ما من شأنه يضر بسمعة الوطن، نعم، بسمعة الأشخاص بالأخير. وبالمناسبة حتى نعم، القانون العضوي والناظم الانتخابات يضع حد لمثل هذه التجاوزات التي قد تصدر من 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 من, من أناس وراء هذه المواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل إعلام أخرى. فلا يمكن أن نستخدم خطب فيها قذف، فيها سب وشتم، ولا يمكن أن نستعمل أيضا خطب فيها كراهية وفيها تمييز. المهم، المشرع في القانون العضوي الناظم الانتخابات حدد الضوابط، حدد الإجراءات، حدد التبرير، وكذلك في الباب الثامن الذي أشرنا إليه فيه الجرائم الانتخابية بكل تعدادها، بكل تكيفاتها، بكل أصنافها، ووضع لها عقوبات وما إلى ذلك. في الأمن السيبراني في الحقيقة نعول كثيرا على مصالح الجيش الوطني الشعبي، لأنها سباقة ولأنها لها تجربة ولها خبرة. مصالح الجيش الوطني الشعبي بصفة عامة، وأيضا مصالح الأمن الأخرى، يكفي التذكير هنا بالدرك الوطني، الشرطة وغيرها من المصالح الأخرى ذات صلة. ولكن في النهاية كل وسائل الإعلام، أنتم أستاذ شهاب، كل زملائك وزميلاتك وزملائنا في كل المواقع الذين بإمكانهم أن يكتشفوا هذه المسائل المخل أو المضرة على الأصح بسمعة الدولة، بسمعة مؤسسة الدولة، بسمعة الأشخاص، رموز الدولة، ثوابت الأمة، وكل هذا الأمر يجب أن نحذر منه ونلتفت إليه ونعلم الجهات المختصة إبلاغا، يعني من حيث الإبلاغ لتتخذ الإجراءات الضرورية. نعم أستاذ موسى بوذهان، هذه الظاهرة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء ما تعلق بالأخبار الكاذبة أو بالحملات التي والله نعم تفضل، لقد صدرت عدة أحكام في هذا الشأن من وجب القانون الجديد للعقوبات. أنت تعلم قانون العقوبات الآن قانون جديد، نعم، يعني لم نعدل أصدرنا أو نعم، تم سن قانون جديد تماما وفيه الكثير مما نعم، تودون الإشارة إليه. نعم، لكن أستاذ بوذهان لن أشير هذه المرة إلى الجانب القانوني فقط، لأن الوعي السياسي كذلك مهم، وعليه أعتقد أن الحياة السياسية في الجزائر كذلك لمعالجة هذه الاختلالات أو هذه الظواهر الدخيلة على الحياة السياسية في الجزائر. الأمر لا يتعلق فقط بالنصوص القانونية، وإنما يتعلق كذلك بالوعي السياسي لدى المجتمع الجزائري أو لدى المهتمين بالسياسة في الجزائر. وأنتم تقومون بهذا الدور، نشر الوعي ليس السياسي. ليس نحن فقط أستاذ موسى بوذهان، أهم من الإعلام، أهم من الإعلام أعتقد الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، هؤلاء المكلفين أو المنتظر منهم أن يساهموا بتوعية الشباب، بتوعية المجتمع من هذه المخاطر. كيف تقيمون؟ أنا دائما أقول بأن الأحزاب السياسية عبارة عن مدارس، فضلا عن كونها مؤسسة دستورية وتحدثت عنها خاصة المادتان 57 و58 من الدستور الحالي، وتحدث عنها القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وهو القانون العضوي 12/04،
بالتفصيل اللازم من حيث مهام هذه الأحزاب وتنظيمها وعملها وصلاحياتها وضرورة المشاركة في تسيير شؤون العمومية إن على المستوى الوطني أو المستويات المحلية. فإذا أدوارها كبيرة وكبيرة جدا، نعولها نعلق عليها أمل كبيرة في بث هذه التوعية التي التحسيس والتوعية بكل القضايا الخاصة بالوطن بما في ذلك قضية محاربة الآفات الاجتماعية، محاربة كل ما يضر أو يمس بسمعة الوطن ويلحق الضرر بها، فهي الأولى من غيرها، يعني الأرعى والأولى من غيرها في هذه المجال. ولكن لا ننسى مثل ما ذكرتم دور المجتمع المدني، دور وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، دورنا نحن كمواطنين أستاذ، نحن كمواطنين على الأقل من ناحية الإبلاغ عن كل ما يخالف القوانين ويخرج عن الإطار. فقط أستاذ قبل قليل سألتني عن مديرية الحملة الانتخابية للمترشح السيد عبد المجيد تبون. لقد أولا تبرأت مما قام به بعض صحيح. إذا كانوا يريدون نهب بعض الأشخاص أموال باسم ولحساب رئيس، قلت تبرأت، ثم أيضا حذرت الآخرين واحتفظت بحقها لمتابعة من حيث متابعة من قام بهذه أستاذ موسى أفعال الشنيعة. ما هي الرسالة التي وجهتها مديرية حملة المترشح الحر عبد المجيد تبون إلى الرأي العام من خلال ذلك البيان؟ للكف وللإقلاع عن مثل هذه التصرفات الشنيعة، هذه التصرفات التي كنا كما ذكرت قبل قليل ظننا أن تخلصنا منها إلى الأبد. أستاذ لقد شوهت العمليات الانتخابية، شوهت انتخاباتنا من قبل بهذا العمل الشنيع كما قلنا، بشراء الذمم، بشراء أسواق، نعم، وبتقديم أموال مشبوهة وتمويل. أستاذ موسى بوتان، تحدثنا عن هذه النقطة، نتطرق الآن إلى نقطة أخرى أو لجانب آخر من سير الانتخابات الرئاسية والحملة الانتخابية التي جاءت دائما في ما نشرته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. تحدث أستاذ موسى بودهان عن ضرورة تقديم طلبا لدى الوالي المختص إقليميا من أجل الحصول على الترخيص اللازم لتنظيم التجمعات الشعبية. أستاذ موسى بودهان، نلاحظ أن السلطة أشارت إلى أن كيفية توزيع القاعات يكون بالاتفاق بين المترشحين أو ممثليهم، حال وجود تداخل في البرنامج بين المترشحين في نفس الوقت يتعين تفضيل اتفاق الودي أولا بين الأطراف المعنية، وفي حال تعذر الوصول إلى اتفاق ودي عليها تلجأ السلطة إلى تنظيم قرعة للفصل في العملية. أستاذ موسى بودهان، نلاحظ أن في الأيام الأخيرة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت لها العديد من النشاطات، من لقاءات، فيما يذهب في هذا السياق ذلك اللقاء والنشاط الذي تبعناه والمخصص لتقسيم الفترات التلفزيونية زمانية بين المترشحين وعليه. سؤالي إليك أو الملاحظ كما هو الحال في كل انتخابات رئاسية أو تشريعية أو المحلية، أستاذ موسى بودهان، حاليا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كذلك الإعلام الجزائري في مرحلة يجب أن يتحلوا فيها بمسؤولية عالية وبمهنية وكفاءة منقطعة النظير لتغطية الحملة الانتخابية لتسييرها من جانب السلطة ولإبقاء كل المترشحين على مسافة واحدة ولكي ينالوا جميعهم نفس الحظوظ. نعم فعلا أستاذ شهاب، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قلت وأكرر بأنها أصدرت مجموعة من البيانات، مجموعة من القرارات لأولا في بدء الأمر لتبيان كيفية إجراء أو القيام بالتوقيعات الفردية لفائدة الترغيب المترشح، ثم أصدرت بعد ذلك أيضا مجموعة من البيانات والقرارات المتعلقة بتوزيع الحصة الزمنية والوحدات الزمنية. صحيح. حددتها ب 18 دقيقة. صحيح. مقسمة أو موزعة عبر ثلاث وحدات، وفي كل وحدة فيها 6 دقائق، بحيث كل مترشح من هؤلاء المترشحين الثلاثة يحظى بنفس المدة التي يحظى بها المترشحين الآخرين، ووسائل الإعلام مثل ما ذكرتم عليها أن تقف على مسافة واحدة، عليها أن تكون في شكل عادل ومنصف مع جميع المترشحين، لا فضل بهذا على ذاك، تطبق القانون العضوي لنظام الانتخابات، تطبق أيضا القانون الآخر فيما يخص توزيع المقرات، وقلت إن كان هناك اتفاق وإن لم يكن هناك اتفاق فبالقرعة ومن ذلك، ولكن بحضور المترشحين أو ممثليهم، ولا يمكن أن نفضل المترشح
مش حضاره فقط جداً. استاذ اذا سمحت نعم. لما كنا نتحدث عن الضوابط والاجراءات نعم. والتدابير الخاصه بتنظيم هذه الحمله الانتخابيه والقيام المترشحين بحقهم يعني في شرح برامجهم وتقديم خطبهم إليه، نسينا ربما أن نذكر القانون 89-28 متعلق بتظاهرات التجمعات العمومية، لأن القانون العضوي للنظام الانتخابات لم يفسر هذا، رغم أنه تحدث في المادتين 82. نعم هو الذي يترجم روح قانون الانتخابات وروح الدستور من أجل توزيع العدل لهذه النقاط. أستاذ موسى بودهان، شكرا لك جزيل الشكر على حضورك معنا على هذه التوضيحات. كذلك مشاهدينا لا نعود لاستكمال ما تبقى من متابعات بعد فاصل قصير.